السلام عليكم، معكم دكتور محمود خليل كلية علوم. النهاردة هنتكلم على حاجتين مهمين جدا، مهمين جدا ان احنا نعرفهم في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي للبومينج اونلاين وتيتشنج انفايرمنت. الحاجتين دول هم الاوبن ايديوكيشنال ريسورسز او او اي ار والكرييتيف كومنز او اللي بيتقال عليه سي سي. اوكي، وده نوع من انواع اللايسنس للماتيريال اللي هتبقى ممكن الناس تستعملها في شغلها. عشان نتكلم على الاثنين هنبدا الاول بالاو اي ار. طب ايه هو الاو اي ار؟ الاو اي ار حسب تعريف اليونسكو هو اي حاجه خاصه بالتيتشنج او الليرنينج او ريسيرش ماتيريال، والحاجات دي in the form of any media سواء كانت digital or otherwise. اي فورم من الثلاثه دول يمثل بالاو اي ار. طب ايه انواعها وايه اللي ممكن نشوفه على الانترنت وممكن يعتبر كانه او اي ار؟ اي حاجات واخده اللوجو اللي باين قدامنا دوت، سواء اللوجو اللي مكتوب عليه بابليك دومين او ممكن يبقى نوع من انواع الفونت اللي بيستخدم على الكمبيوتر اوبن فونت لايسنس، او اوبن هاردوير يكون هاردوير حاجه تبع الهاردوير الناس ممكن تستخدمها، او لوجو زي ما نشوف جنرال بابليك لايسنس اي حد يستخدمه، او ممكن زي مايكروسوفت ساعات بتدي اوبن لايسنس للستودنتس عشان يستخدموا بعض من البرودكتس بتاعتها وبيحطوا عليها اللوجو بتاع الاوبن لايسنس. يبقى اي او اي ار ده بيسمح لنا ان احنا نستخدم الماتيريال ويز نو كوست، بدون اي تكاليف، نستخدمه فريلي لفايده الناس وما عندناش اي ريستريكشن عليه، اي ضوابط. والماتيريال طبعا الكلام ده اشمل، بيتضمن كل، ممكن تستخدم كورس بضمانه ان هو محطوط عليه اللوجو ان هو اوبن سورس او موجود تحت عنوان بابليك دومين، وده هنفهمه بعد كده. اي كورس ماتيريال موديولز اكتيفيتيز تكست بوكس اند سو اون، اي حاجه من الماتيريال دي مكتوب محطوط عليها اللوجو سواء كان اوبن اكسس او بابليك دومين انت ممكن تستخدمها، وهنفهم اكتر في السلايدز اللي جايه. طيب ازاي افهم اذا كان الـ ازاي افهم يعني ايه؟ سؤالين مهمين جدا لازم اجاوب عليهم. يعني ايه كلمه open means وهي بتوصف ايه اصلا؟ وازاي how does it mean for ازاي learning resource to be open، يعني ازاي هو بيبقى open؟ طبعا زي ما احنا فاهمين سيمبلي هو اوبن يعني معناها ان انا اقدر اعمل اكسسنج لو خلاص. بس مهم قوي لازم تبقى فاهم، مش معناها ان انت اوبن ان انت ممكن تاخد نسخه لنفسك اوبن ليها حدود للاستخدام، وده اللي هنفهمه. طبعا عندنا اتنين كونديشن هما بيحددوا لي اذا كان الريسورس اللي عندي ده اوبن ولا مش اوبن. طب نشوف الاتنين كونديشن. هل انت فعلا عندك free unrestricted access to the resource؟ هل انت تقدر تاخد الريسورس بدون اي ضوابط؟ هل الريسورس ده محدود بقاعده اسمها ال 5 R's of openness of permission، ودي اللي عملها واحد اسمه ديفيد ويلي. هو حط خمسة R's هم اللي بيحددوا ان الريسورس ده هل هو open ولا مش open. فمهم قوي قبل ما نقول الخمسه دول، مهم قوي ابقى فاهم يعني ايه كلمه اوبن، يعني ايه، هل اوبن دي بحدود ولا ريستريكتد ولا ان ريستريكتد، اعمل فيها اللي انا عايزه، استخدمها كماتيريال بتاعتي في اللي انا عايزه. ده هنشوف الكلام دوت. طب ايه هي الفايف ارز؟ قال لحضرتك الفايف ارز، اول حاجه ريتين، هل انت عندك القابليه ان انت تاخد الريسورس وتعمل نسخ ليك؟ لازم تتاكد من المعلومه دي. الريوز، هل انت عندك القابليه ان انت تقدر تعدل من هذا الريسورس لما تاخده وتغيره في شكل، تاخد منه حته بالكلام ده كله؟ هل ريفايز، هل انت تقدر تعمل موديفاي للريسورس دوت، امبروف، تغير فيه الريسورس نفسه؟ هل انت بتقدر تعمل ريميكس، يعني تاخد حته من ريسورس تحطها في ريسورس تاني عشان يطلع؟ وده عاده معظم الدكاتره بتعمله لما بتكون عايزه تحضر محاضره مثلا، فعندها كذا ريفرنس فتبدا تاخد من كذا جزء من كذا ريسورس وتجمعهم مع بعض عشان تعمل المحاضره بتاعتها. خامس ار ريديستريبيوت، هل انت عندك البيرميشن ان انت تعمل ريديستريبيوشن مع زمايلك ومع الطلبه؟
أصبحت الخمسة آر أوف أوبنس دي هم بيحددوا مفهوم كلمة open، مفهوم كلمة open educational resource. طيب نفهم أكتر شوية على الـ ownership and sharing. عشان نفهم الـ open educational resources أو الـ OER لازم أعرف الفرق أو العلاقة ما بين الـ ownership، أنا بملك الحاجة، وحدود الـ sharing بتاعتي، إزاي عملها شيرنج مع الاخرين. او بمعنى ادق، لو او بطريقه تانية، لو انا شايف حاجه لازم ابقى فاهم المالك، هل هو حاطط عليها شيرنج رايتس او كوبي رايتس او الكلام ده كله، انا هستعملها ازاي، حدود العمل بتاعتي فيها ازاي. فالاوبن فالاونرشيب اند شيرنج بتلخص بشويه لوجوز. لو لقيت عليها الحاجة سي، لوجو اسمه كوبي رايت، لو لقيت حاجة اللوجو بالمنظر ده اسمه بابليك دومين، وهنفهم الفرق ما بينهم. لو لقيت حاجة عليها كده ده معناها ان الريسورس ده يعتبر اوبن سورس. لو لقيت حاجة في حاجة اسمها فير ديلينج. فاصبحت الاربع حاجات دول مهمين جدا عشان افهم الاونرشيب والشيرنج. طب تعالوا نفهم كل واحد منهم ايه هو. بمنتهى البساطة، لو لقيت حاجة المكتوب عليها سي كوبي رايت، ده معناها ان حدود ان الكوبي رايتس بتاع هذا الريسورس is defined، وده راجع للاوثر بس، ومحدش يقدر يغير في حاجة، وكل الكلام ده كله دي سي خلاص. يبقى اصبح ان الريسورس ده عليه كوبي رايت. اما لو لقيت عليه اللوجو الريسورس اللي انت واخده عليه اللوجو دوت، ده معناه ان الكونتنت بتاعت الريسورس ده free to the public، اي حد ممكن يستخدمه، اي حد ممكن يعمل ريميكس بينه وبين حاجات تانية، يعمل له ريديستريبيوت على زمايله او على الطلبة، يحتفظ بيه، ومش محتاج ياخد اذن permission، لان اصلا الملكية الفكرية مش مملوكة ولا بيتحكم فيها اي حد خلاص. وده ليه اتحط اللوجو ده على الريسورس دوت. في بعض الريسورسز يا اما يكون كان عندها كوبي رايت وحصل لها اكسبايرد، يعني انتهت خلاص، او ان الاوثر هو قال انا مش عايز اديها كوبي رايت، او ان الكوبي رايت دي حصل لها فوفيتد، يعني معناها ايه، ان حد كسر الكوبي رايتس دي. ده اللوجو الثاني. طب ايه الاوبن سورس اللوجو الاخضر ده؟ ده بيبقى خاص شويه بالسوفت ويرز. يبقى السوفت ويرز عاده بتتعامل بهذا اللوجو، وده معناها ايه، ان بعض السوفت ويرز اللي بتبقى اوبن سورس، وده بيتيح للناس اللي هم ديفلوبر في انظمه في السوفت ويرز، ان هو ياخد السوفت وير ده اونلاين ويبدا يعدل عليه. ويمكن اشهر مثل حاليا الناس بتتكلم عليه هو الفرق ما بين الواتساب والسيجنال. طبعا كلنا عارفين الواتساب هو ايه، والسيجنال ده زي انترفيس او بلاتفورم شبيه جدا، ظهر حديثا، شبيه جدا بالواتساب، بس الناس بتتكلم السيكيورتي مختلفه. يمكن اللي يخصنا هنا ان الواتساب السوفت وير بتاعه مش اوبن سورس، يعني مش معروف السوفت وير معمول ازاي ولا الكلام ده كله، ومش افيلبل للناس. لكن السيجنال السوفت وير بتاعه اوبن سورس، اي حد ممكن يجيبه من على الانترنت ويستخدمه ان هو يعدله ويبدا يطلع برنامج جديد. وده يمكن فرق جوهري ما بين الاوبن سورس سوفت وير واللي مش اوبن سورس. طيب ايه هو الفير ديلينج؟ الفير ديلينج هو بمنتهى البساطه هو يحدد الليميتيشن والاكسبشن تو ذا رول. يعني معناه ايه، هو ممكن الحاجه تبقى عليها كوبي رايت، لكن لازم تعامل معامله الفير ديلينج. والفير ديلينج بمنتهى البساطه ازاي، ان اي ماده ريسورس موجود او اي ار، لو هو حتى كوبي رايت بروتكتد ماتيريال، باستخدام فكرة الفير ديلينج انت ممكن تستخدمه، مفيش مشاكل، ممكن تستخدمه، بس تستخدمه لغرض البحث، لغرض دراسة برايفت، لغرض التعليم، لغرض النقد ريفيو، لكن لا تقدر تغير فيه. بمعنى آخر ده بيديك exception to the rule لو انت مش هتستخدمه من غير ناحية financial أو تكسب commercially، وبتستخدمه لأغراض لفايدة الناس. ده هو الفير ديلينج في الكوبيرايت. نيجي نتكلم، طيب ما معنى public domain؟ هو public domain بمنتهى البساطة هو أي مكان موجود على الإنترنت
بيبقى فيه حاجات مش محميه بكوبي رايتس. يبقى اي حاجه داخل بابليك دومين هي مش محميه بكوبي رايتس. خلاص. طب ايه الحاجات اللي داخل البابليك دومينز؟ الحاجات دي ممكن يكون الكوبي رايتس بتاعتها اكسبايرد خلصت، او ممكن تكون اتكسرت الكوبي رايتس بتاعتها، او اتحطت كوبي رايت غلط بطريقه ما. طب ايه هي الحاجات اللي ممكن تبقى داخل البابليك دومين؟ قال لك في كذا كيس ان احنا نعتبر الريسورس يعتبر ده بابليك دومين. اول حاجه زي ما قلنا ان الكوبي رايت دي ممكن تكون اكسبايرد اصلا، خلاص راحت الكوبي رايتس اللي عليها. وده في قاعده عامه بتقول ان معظم الاعمال او الاشغال اللي اتعملت او الريسورسز اللي موجوده على النت بتخش البابليك دومين عشان هي قدمت قوي في العمر، قدمت في العمر. وده بيدخل تحت الكلام ده كله اي حاجه اتعملت او اتنشرت في 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 امريكا قبل سنه 1923، واي ورك ببلشت بيفور يا اما 1923 يا اما او ورك بالتالي ببلشت بيفور 64، وإن الكوبي رايتس بتاعتها ما حصلهاش تجديد بعد 64. فأي شغل منشور في أمريكا قبل سنة 23 أو قبل سنة 64، خلاص ليه قبل سنة 64؟ لأن الكوبي رايتس ما جددتش، يعتبر داخل البابليك دومين. كذلك القاعدة العامة في كندا وأمريكا إن أي مادة أو أي ريسورس بوكس ايميجز whatever في كندا لو عدى عليها 50 سنة، لو عدى 50 سنة بعد موت اللي عملها، اللي عمل هذا الريسورس، فأصبحت أوتوماتيك داخل البابليك دومين. في أمريكا السنين بتزيد شوية، هي 70 سنة في أمريكا وبعض وكتير من الدول الأوروبية. يبقى لو عدى 70 سنة بعد الأوثر بتاع الريسورس اللي عمله ده توفى، يعتبر البرودكت بتاعه داخل البابليك دومين. يبقى تاني احنا بنتكلم هنا ايه على الريسورسز اللي بنعتبرها داخل البابليك دومين وفري تو يوز. الكيس الثانيه it is never had been copyright protection، يعني بالتالي ما حدش حط لها كوبي رايت خالص، فبالتالي هي خلاص بقت في البابليك دومين. وده بيندرج تحت اي شغل اتعمل قبل سنه 89 في امريكا وده ما عندوش كوبي رايت نوتس، وبالتالي هو داخل البابليك دومين. الكيس الثالثه اللي بنعتبرها ان الورك ده او العمل او الريسورس داخل البابليك دومين، ان هو اوريدي انا عملت العمل بتاعي او الريسورس بتاعي وانا عملت له دونيشن ودخلته جوه البابليك دومين، يبقى انا بماي اون فري ويل حطيته ويزاوت كوبي رايت بروتكشن، وبالتالي انا بقول الكلام ده وانا بحطه، فبالتالي هو داخل البابليك دومين. اما الكيس الرابعه هو ده خاصه بامريكا زي ما قلنا وكندا وبعض الدول الثانيه، ان الشغل في امريكا وكندا هو اوريدي اي شغل بيتعمل، القاعده العامه اي شغل بيتعمل في امريكا وكندا هو اكسكلودد من الكوبي رايت لو، يعني ما عندهاش حقوق حفظ والكلام ده كله خلاص، وبالتالي هي بتعتبر اوتوماتيك داخل الكوبي رايت دومين. بس خلي بالك ان في بعض الكونتراكتورز اللي بيتعاقدوا تحت جوه الحكومه الامريكيه، اي نعم النشر بتاعهم او الريسورس بتاعهم طلع من داخل امريكا، لكن هم يعتبروا ثيرد بارتي كونتراكتور ولا يندرج عليهم القانون الامريكاني او الكندي باعتبار ان الماتيريال بتاعتهم او الريسورس بتاعتهم اوتوماتيك داخل البابليك دومين. فبالتالي اي كونتراكتور تحت جوه امريكا وكندا طلعوا ريسورس اونلاين، هم بيحطوا له الكونتراكتور الكوبي رايت بتاعته. بنكمل هذا الشغل ونشوف ازاي نحدد ان الشغل ده في بابليك دومين. اللي حصل ان جامعه بريتش كولومبيا عملت جايد مهم جدا 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 عشان اقدر اعرف اذا كان ده جوه البابليك دومين ولا لا. اول حاجه عشان تو ديتيرمين اف الريسورس ده هل هو فعلا في بابليك دومين ولا لا، لازم ادور على التاريخ بتاعه. طبعا ولو عرفنا لو التاريخ قبل 23 بشوف التاريخ بتاعه. if it was قبل 23 يبقى زي ما اتفقنا ان هو automatically placed in the public domain، يعني هو already في البابليك دومين. اي كتاب او ماتيريال او whatever اتنشرت ما بين 1923 1964 بتعتبر، لقوا ان 90% من الكتب خلال هذه الفتره من 23 ل 64 هي not copyrighted، وده طبعا لايذر اللي هو الهولدر بتاع الكوبي رايت اصلا ما عملش اكستنشن للكوبي رايت بتاعته.
تالت حاجة انت لازم احنا بنتكلم على الجايد، تالت خطوة انت لازم تحدد او تفهم هل الشغل ده هل هو يرقى ان هو او يصلح ان هو يبقى في البابليك دومين ستاتيو ولا لا. خلاص، وزي ما اتفقنا ان كل الشغل تحت الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الأخرى بيعتبر داخل البابليك دومين اوتوماتيكلي. خلي بالك ان في بعض الويب سايتس، وده شفناه كتير واحنا بندور على ريسورسز لحاجه معينه، ان بعض الويب سايتس على الانترنت بيكليم او بيدعوا ان هم عندهم الماتيريال اللي هم بيعرضوها عندها بتبقى اوبن ريسورس. طبعا انت محتاج لو انت داخل ويب سايت ثيرد بارتي او بيشتغل مع نفسه، انت محتاج تتاكد ان فعلا الماتيريال اللي بتاخدها منه هي اوريدي كوبي رايتد، هي اوريدي اوبن سورس ولا لا، لان ممكن انت تاخد حاجه وهي ما تكونش قانونيه، تكون عليها كوبي رايت، وفي الوضع ده انت هتبقى في مشكله لو خدت حاجه من ويب سايت يدعي ان الحاجه اللي عنده دي اوبن سورس لكن في الحقيقه هي مش اوبن سورس. يبقى في السلايد دي احنا اتكلمنا على ايه؟ الاربعه جايدز عشان نقدر نحدد اذا كان الشغل ده في بابليك دومين ولا لا. طيب ايه الفرق بقى ما بين ثلاث مصطلحات مهمين جدا؟ بابليك دومين، اوبن لايسنس، اند كوبي رايت. اوكي؟ خلينا نشوف الفرق ما بين الاثنين. لو جينا لخصنا القصه ده، في البابليك دومين الكوبي اونر شيب از ويفد، يعني بالتالي انا فريلي او بمزاجي قلت الحاجه بتاعتي دي ما عندهاش كوبي رايت. يبقى بالتالي الاوثر عطى الـ يعني ما حطش كوبي رايت على الماتيريال خالص، واي حد ممكن يستخدمها. في الاوبن لايسنس الكوبي رايت اونرشيب ريتيند، يعني في كوبي رايت بس الاوثر اوريدي جيف اكسس تو ات، عطى جرانتنج رايتس، يعني اوريدي كلكم استخدموها لكن الحاجه ليها كوبي رايت. وهنفهم مفهوم يعني ايه اوبن لايسنس ويبقى الحاجه ليها كوبي رايت، هنفهمها في السلايدز اللي جايه. بس anyway الفرق ما بين الاثنين البابليك دومين والاوبن لايسنس لازم نفهم ان في الحاله الاولانيه مفيش اصلا كوبي رايتس ويفد، مفيش، عطاها كده الاوثر لله وللوطن ولكل الناس تستخدمها. اما الاوبن لايسنس هي عندها كوبي رايت بس الاسر عطيها، عطي الناس الجرانتس ان ادفانس بس ستيل ليها كوبي رايت، وهنشوف ازاي دي بيتم تحديدها. اما الحاله الثالثه اللي هي اول رايت ريزيرفز او كوبي رايتس، ده معناها ان الكوبي رايتس موجوده برضو زيها زي الاوبن لايسنس، بس هنا الاوثرز ما عطاش الجرانتس رايتس، يعني انت محتاج تاخد بيرميشن. في حاله الاوبن لايسنس انت مش محتاج تاخد بيرميشن لان اوريدي الاوثر عطى الكوبي رايتس. يبقى اتفقنا الفرق ما بين الاثنين الاخرين اوبن لايسنس والاول رايت ريزيرفز كوبي رايتس، اللي معناها ان ايه؟ ان في الحاله الاخيره ان انت محتاج تاخد بيرميشن لو انت هتستخدم الماتيريال، لكن في الاوبن لايسنس انت مش محتاج تاخد بيرميشن. هنفسر تاني في البابليك دومين، يبقى الحاجه اتس نو مور ماين، انا وهبتها لاي مكان يشتغل فيها، وبالتالي انت مش محتاج حتى ان انت تديني كريدت على الحاجه بتاعتي، انت استخدمها براحتك واعمل فيها كل اللي انت عايزه، هي الحاجه دي لو كانت في البابليك دومين. اما الاوبن لايسنس it is mine، يعني الحاجة لسه بتاعتي لأن copyright ownership is retained، لسه بتاعتي بس أنا عطيتك الإذن إن أنت تستخدمها، وأنت مش محتاج تاخد الإذن مني بس لو سمحت اعمل لي citing ليا أو قول إن الماتيريال دي أو الريسورس دي أنت جبتها منين. أما في الحالة الثالثة it is mine، هي الحاجة دي بتاعتي وأنا مش هخليك تشتغل بيها إلا لما تاخد الإذن مني، وبالتالي هتدي كريدت ليا. يبقى هنكتشف ان مع الثلاثه دول هنلاقي ان كل ما نروح ناحيه الحاجه جوه البابليك دومين هي الموست اوبن واقدر استخدمها باريحيه، وكل ما اروح ناحيه الاول رايت ريزيرفد كوبي رايت هي الموست كلوزد، وانا محتاج اخد اذن وابعت ايميل للاوثر واقول له لو سمحت، وهيقول لي طب هتحطها فين؟ هقول له انا هحطها كذا وهستعمل لها في كذا وكل الكلام ده كله. يبقى هنا السلايد احنا شفنا الفرق ما بين البابليك دومين والاوبن لايسنس والاول والكوبي رايتد ماتيريال. طيب ده دخلنا للجزء الثاني من المحاضره، هو السي سي او الكرييتيف كومنز لايسنس، وده لوجو عاده بنشوفه كتير جدا ومعظمنا ما كناش فاهمين يعني ايه سي سي ولا كرييتيف كومنز. خلينا نشوف ايه قصه السي سي. قال لحضرتك ان معظم او تقريبا كل الماتيريال اللي تندرج تحت الـ OER، نوع اللايسنس اللي بيستخدم ليها
الرخصة بتاعتها هي الكرياتيف كومنز. طيب قال لك السي سي ده هي بمنتهى البساطة هي مجموعة من الكوبي رايت لايسنس اللي بتخلي الاوثرز يقدروا يستخدموا ويشاركوا الماتيريالز اللي موجودة في الريسورس دوت. طب بدأ ازاي موضوع السي سي ده؟ بدأ الموضوع دوت في سنة 2002 لما بدأ مجموعة من الناس including investors, entrepreneurs, technologists, educators كونوا مجموعة non-profit organization وسموها الـ Creative Commons. خلاص؟ وهذه المجموعة بدأت تحط الـ copyrights اللي هي still owned by the author. هو عنده الكوبيرايت بس يقدر اي حد او هو يقدر يشير with some restrictions, وهنشوف الريستريكشنز دي ازاي. يبقى فكره الكرييتيف كومنز هي طريقه من اللايسنس تتحط على الماتيريال ريسورس بتحدد طريقه استخدام الريسورس دي. اوكي, طريقه استخدام الريسورس وتحديدها للكلام دوت. عشان نفهم الكوبيرايتس ونفهم اللوجوز بتاعتها مهم قوي نفهم اربعه كي لايسنس اليمنتس للكرييتيف كومنز. اول لايسنس اليمنتس هنشوف المنظر اللي قدامنا اسمه اتريبيوشن, وده هنفهمه من الاربعه بالتفصيل في السلايد الجايه. دول اربعه هم التباديل والتوافيق ما بينهم, هم اللي بيحددوا نوع اللايسنس اللي بتتحط على الريسورس اللي هو اي او اي ار, زي ما هنشوف في الاثنين سلايد الجايين. اول اتريبيوشن موجود, لو شفت حاجه عليها اللوجو ده معناها ايه؟ معناها ان الحاجه دي انت ممكن تعمل لها كوبي, ممكن تعمل لها ديستريبيوت, ممكن تعمل لها ريميكس, بس محتاج تعمل كريديت للاوثر نيم, محتاج تقول انت جبتها منين. اما الحاجه الثانيه اللي هي علامه يساوي او نو ديريفاتيفز, انت اونلي يو كان كوبي ديستريبيوت, خلاص, او ممكن تنقلها حرفيا, لكن انت لا تقدر تعدل فيها ولا تقدر تعمل ريميكس ولا تقدر الكلام ده. يبقى only copy and distribute او تعدل فيها حرفيا verbatim. خلاص, ده اللوجو الثاني. اما اللوجو الثالث مقفول شويه, انت تقدر تعمل ديستريبيوشن, خلاص, بس لما تيجي تعمل ديستريبيوشن للماتيريال, يعني انت خدت ريسورس من على الانترنت, انت ممكن تديه للطلبه, خلاص, بس مهم قوي وانت بتديه للطلبه ان انت تديهم وتفهمهم اللايسنس اللي موجوده على الريسورس ده, لما خدته هم يستخدموا نفس اللايسنس ده ان هم يعملوا ديستريبيوشن. يبقى في اللوجو دوت لو لقينا عليها حاجه اللوجو ده, انا مش قدامي بس الا اعمل ديستريبيوشن للكلام دوت بدون التعديل فيه, بدون الريميكس فيه, بدون ما اغير فيه حاجه. ومهم قوي ان افهم اللي انا هديله الحاجه دي ان هو under the same license, ان انت حضرتك برضو ما تعملش تعديل وتعمل اي حاجه. وده يندرج ناخد مثلا للقصه دي كلها. انا شفت مثلا محاضره معينه موجوده على الانترنت ومحطوط عليها اللوجو ده, والمحاضره دي fits في الكورس كونتنت بتاعي وكل الكلام ده كله. لو عليها اللوجو ده انا من حقي ان انا اخدها, خلاص, واعمل لها ديستريبيوشن على الطلبه بتاعتي, بس ما اقدرش اعدل في المحاضره دي, ما اقدرش تماما اعدل المحاضره دي, وافهم الطلبه ان هذه المحاضره حضرتكم تيك ات از ات از, ما فيش موديفيكيشن فيها, ولا تشيلوا منها سلايد ولا تعملوا الكلام ده. رابع لوجو واضح من شكله, علامه الدولار ساينز المشطوبه, ان انت تقدر تعمل كوبينج للماتيريال دي, ديستريبيوت, ديسبلاي, تعرضها على الويب سايت بتاعك, على اي اكونت عندك, تعمل لها ريميكس, لكن لا تستفيد منها ماديا. خلاص, ودول الاربع لوجو هنشوف التباديل والتوافيق بتاعتهم عشان يتم انشاء الكرييتيف كومن لايسنس. لقوا ان في ست, هم اتفقوا على ست تباديل وتوافيق بالاربعه كومباينيت, بالاربعه كي اليمنتس لللايسنس اللي موجوده دول. طب ايه هي السته؟ كتير مننا بيشوف لوجو بالمنظر ده موجود على اي ريسورس. ايه معنى اللوجو ده؟ معناه سي سي, هنتفق ان سي سي يعني معناها في كوبي رايتس, والعلامه دي احنا لسه قايلين فائدتها. يبقى بالتالي اي حاجه موجوده عليها السي سي بي واي معناها ان انا اقدر اعمل فيها كل اللي انا عايزه, بس مهم قوي ان انا اعمل كريدت للاوثر. يعني مهم قوي اقول ان الاوريجينال ورك او الشغل الريسورس الاصلي جاي من عند مين, ده لو عليها كده. طب لو لقينا عليها المنظر ده سي سي وعلامه الراجل ده والايكوال ساينز, يبقى انا اقدر اعمل ريديستريبيوت, مفيش مشكله, كوميرشال او نون كوميرشال, استفيد منها ماديا او مش ماديا, بس ما اقدرش اغير فيها اي حاجه. يعني ما اقدرش اغير فيها اي حاجه تماما. اوكي, ده شكل اللوب الساين بتاعت السي سي في الحاله دي. الحاله الثالثه من السته
بيخش الثلاثة ساينز مختلفين. في الوضع ده طبعا واضح ان انا اقدر استخدمها اعمل فيها كل حاجة، بس مهم قوي ان هي نون كوميرشلي. هنلاحظ الفرق ما بين دي واللي قبلها، نون كوميرشلي. ومهم جدا لما اجي اديها لحد الريسورس او استخدمه الريسورس ده من الاونلاين، مهم قوي ان انا لازم استخدم نفس التيرمز اوف كوبي رايتس للي هاخده للي هديه، افهم اللي انا هديه له سواء كان زميلي او طالب التيرمز اوف الكوبي رايتس عشان هي دي المستخدمه. يبقى في اللوجو ده او اللايسنس، نوع اللايسنس دوت، انا اقدر اعمل كل حاجه بس عدم استفاده ماديه، ولازم اعمل كريدت للاوثر برضو. اوكي، اللوجو الرابع بالمنظر اللي قدامنا ده، هنكتشف هنا ان انا ممكن اعمل برضو كل حاجه ريميكس تويك، اغير ببسيط، اعمل بيلدينج عليه، ازود عليه، خلاص. وممكن استخدمه فور كوميرشال بيربسز از ويل، ممكن استفيد منه ماديا مفيش مشكله، بس لازم اعمل كريديت للاوثر، لازم ادي اعمل سايتيشن للاوثرز، خلاص، واستخدم نفس الكوبي رايتس اللي هو استخدمها. وهنكتشف ان هذا النوع هذا التايب من السي سي لايسنس ده اللي بتستخدمه الويكيبيديا في المعلومات اللي بتحطها عندها. دايما هتلاقي في اخر الويكيبيديا هذا النوع من اللايسنس. وخلينا نقول هنا برضو ان في ويب سايتس يا اما بتحط اللوجو ده اللي موجود عشان يفسر النوع اللايسنس اللي موجود عندها، او ممكن تكتفي بكتابه سي سي بي واي اس اي مثلا، خلاص الكتابه اللي فوق ده. النوع الكومبينيشن الخامس من اللايسنس، وده بيتيح لي ايه؟ ان انا اعمل كل حاجه كل حاجه كل حاجه، خلاص، بس خلي بالك نون كوميرشلي، ومحتاج اعمل كريدت للاوثر. اوكي، اما النوع الاخير من اللايسنس، وده يعتبر الموست ريستريكتيف، ده اللي بيقفل جامد جدا، دي الحاجه موجوده لها كوبي رايتس، ودي اقصى انواع السي سي لايسنس دي، ودي بس بتقلو ان انت حضرتك بمنتهى البساطه هتعمل داونلود او تستحوذ على الريسورس، وتقدر تعمل له شيرنج مع الاخرين، بس مهم قوي تقول لهم انا جبته منين، لكن ما تقدرش تغيره in any way ان انت تستخدمه ايه commercially. اوكي، يبقى بالتالي دي اقصى انواع الريسورسز، تقدر تعملها داونلود، تشير مع الاخرين، لازم تقول اسم الكريدت، تدي كريدت للاوثر اللي انت جبت منه الحاجه، لكن ما تقدرش تستفيد منهم ايه ماديا، واهم حاجه ان انت ما تقدرش تغيرها، cannot be changed. يبقى شفنا هنا الست انواع من السي سي لايسنس. نيجي نبص لو رتبناهم كده السي سي لايسنس عشان نعرف اللي احنا لسه شايفينهم، عشان نعرف الفرق وايه حدود الاو اي ار ان انا اقدر استخدمها باريحيه او ما اقدرش استخدمها باريحيه، والترتيبه دي هتوضح لنا ايه علاقه الاو اي ار بالسي سي. هنكتشف طبعا كل ما طلعنا للبابليك دومين انا عندي الموست فريدم بتاعتي ان انا اقدر اشتغل، كل ما نزلنا لتحت للموست ريستريكتيف هنلاقي عندي ذا ليست فريدم. لو بصينا هنا اللي بيندرجوا تحت الـ OER هم أول مجموعة من اللايسنس، آخر اتنين عندنا دول لا يندرجوا تحت الـ OER. يبقى بالتالي وأنا على الإنترنت وبدور على ريسورس، لو لقيت آخر اتنين لوجوز دي أنا ما أقدرش أعتبر الماتيريال الموجودة دي OER، لازم اللوجوز تبقى one of these top five logos. بطريقه اخرى عشان نفهم الاو اي ار والسي سي، لقينا هنا ان بعض اللوجوز لما بتجتمع نلاقي نكتشف هنا ان في لوجو ظهر بمنظر شير، في لوجو ظهر بمنظر ريميكس، خلاص هذه اللوجوز، وهنفهم كمان شويه يعني ايه سي سي زيرو دي، خلاص هذه اللوجوز بتحدد لي انت فين من الاو اي ار، او انت فين، مش بالذات او اي ار، انت فين من الفريدم بتاعتك لاستخدام هذه الماتيريال. الاقصى فريدم في الجزء اللي فوق طبعا لو لقيت حضرتك عليها اللوجو سي بس، ده معناها ان هي كوبي رايت وحضرتك ما تقدرش تعمل اي حاجه فيها الا ما تاخد اذن من الاوثر اللي عمل الحاجه ديت، وبالتالي هتقول له هتعمل ايه، وهتقول له هتحطها فين، والمده قد ايه، وحل كل الكلام ده كله، فلازم تاخد permission written through email or by phone ان تقدر تغير من الريسورس دوت. فالاثنين شورت دول اهميتهم ايه؟ ان بتوري الفريدم بتاعتك لاستخدام الريسورس، ومين الريسورسز اللي على الانترنت اللي بتعتبر كـ OER.
تعالوا نشوف طريقة تانية عشان نفهم شوية اللايسنس وترتيبها وإنت إيه حدودك وإيه مش حدودك. هنلاقي إن الجدول ده ظريف جداً، إن هو بيحدد لك كل نوع من اللايسنس، وهل إنت هل تقدر تعمل لها ريميكس، هل تقدر تستخدمها كوميرشال يوز ولا لا، هل تقدر تغير فيها فري كلتشر وورز، تغير فيها ولا ما تغيرش فيها، وكل الكلام ده كله. خلاص هنكتشف هنا بعد ما نشوف الجدول ده، ودي كل اللايسنس اللي احنا لسه شايفينها، ودي زي تيبل ظريف جدا بيوري حدودك. خلاص طبعا كلمه ياس اللي بالاصفر دي يعني نص ياس، يعني لازم ترجع لللايسنس وتشوف ايه القصه، ايه هل اتريبيوشن موجوده ولا لا. هنا نو اتريبيوشن يعني معلهاش اي، حضرتك تستخدمها اي حاجه انت عايزها تعمل لها، الكونتينتس ار فريلي يوزد، ودي اللي ممنوع عليها سي سي 0. فعندنا في تو لوجوز ممكن الناس تتلخبط ما بينهم، اللي هو اللوجو الاثنين بابليك دومين اكشلي، او الحاجه موجوده في بابليك دومين، بس واحده عليها سي مشطوبه واحده عليها زيرو. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بمنتهى البساطه الفرق ما بين الاثنين ان الاولاني هو بمنتهى البساطه هو كان عليه كوبي رايتس، بس الكوبي رايتس دي حصل لها اكسبايرد، خلصت خلاص، فبالتالي كل الناس تقدر تستخدمها. اما الثاني هو اوريدي سي سي زيروز، ده اوريدي الاونر اللي عمل الريسورس دوت، هو اوريدي عمل الريسورس وضمنيا هو عطى الموافقه بتاعتك، فانت ممكن تستخدم براحتك. يعني اوريدي الحاجه اللي محطوط عليها اللوجو دوت هي اصلا ما كانش عليها كوبي رايت، خلاص، لان الاوثر عطى ضمنيا الحق باستخدام، وانت مش محتاج اصلا تاخد بيرميشن. طبعا الحالتين انت مش محتاج تاخد بيرميشن، بس في القصه ايه لازم تفهم الفرق، ان في الحاله الاولانيه السي المشطوبه دي معناها ان كان عليها كوبي رايت وانتهت، اما في الحاله الثانيه معناها ان اصلا ما اتعملش عليها كوبي رايت، والاوثر اوريدي جرانتد اكسس، وكل الناس تشتغل مع موافقه ضمنيه منه ومفيش اي مشكله عنده. في سنة 2004 ظهرت منظمة تانية اسمها Open Knowledge Foundation، وحددت بعض الكريتيريا برضو لتحديد الأوبن في الكوبي رايتس وكل الكلام ده كله. فهنلاقي هنا إن في كولوم زاد وبيوريك هل دي اللايسنس بتتوافق مع الأوبن Knowledge Foundation في بعضها ولا مش في بعضها، أوكي؟ ودي ليها جايدز أخرى وكل الكلام ده، لكن عادة اللي بيرتبط أكتر بالـ OER هو الـ CC license. جميل، خلاص. دلوقتي السؤال بقى دلوقتي بعد ما انا فهمت ال OER هي اي ماتيريال على الانترنت، اي ماتيريال باي شكل ما، خلاص، على الانترنت تستخدم لاي شكل ما حسب تعريف اليونسكو، وفهمت السي سي وانواع السي سي والكومباينيشنز بتاعتها، وفهمت ايه هو البابليك دومين والاوبن لايسنس والكوبي رايت بروتكشن، انا محتاج دلوقتي، انا عملت الشغل بتاعي كله وحضرت محاضرتي رائعه بتاعتي وكل الكلام ده كله، محتاج بقى ايه ان انا احط لها لايسنس عشان محدش، او محتاج اختار ايه انواع اللايسنس بعد ما فهمت كل الكلام ده كله. الموضوع بسيط جدا، هو بيلخص في 5 ستيبس عشان حضرتك تحط لايسنس على الحاجه بتاعتك وكل الكلام ده. 5 ستيبس بسيط جدا. اول حاجه بتروح لويب سايتس، زي الويب سايت اللي مكتوب قدامكم ده، ويب سايت ظريف جدا، بتخش عليه وتختار تحت هنا كلمه choose license، خلاص بتدوس عليه، دي اول خطوه. تاني خطوه بتفتح لك الصفحه دي اللي بتخليك تختار، لو انتوا واخدين بالكم دي انواع اللوجوز اللي احنا لسه شارحينها، خلاص تختار اللوجوز بتاعتك بالطريقه ديت، يس نو يس نو يس نو، بتختار انه انواع اللوجوز بتاعتك، عباره عن كليك بسيط، بتختار هل انت عايز انه شكل من دول. طبعا زي ما قلنا احنا شرحنا كل واحد فيهم فوق، خلاص، فانت على اساسه لازم تبقى فاهم كل نوع منه. طبعا سي سي زي ما اتفقنا ان هي كوبي رايت ومحتاج تعمل تكلمني وتاخد الاذن وكل القصه دي كلها، فبالتالي بتختار اللي انت عايزه. دي الستيب الثانيه. الستيب الثالثه هو بيطلع لك بوب اب كده، شاشه بتوضح لك اللي انت اخترته معناه ايه، خلاص، بتجي لك الديسكريبشن لكل لوجو ثاني اخر. الخطوه الرابعه بمنتهى البساطه اتعملت اللايسنس اهي، دي الخطوه الثالثه، وظهرت قدامك المنظر دوت. في الحاله دي تم اختيار هذه النوع من اللايسنس. ففي الوضع ده انت ممكن تاخد بمنتهى البساطه الفيجر او الشكل اللي الايمج اللي اتعملت دي وتعمل لها كوبي وتحطها في الريسورس بتاعك. يعني انت لو عملت محاضره انت محضرها، تروح واخد دي وحاططها في اول المحاضره او تحطها في اخر المحاضره، فبالتالي اي حد هيشوف اللايسنس دي على المحاضره بتاعتك المفترض ان هو يتبع الريجوليشن بتاع هذا بتاعه هذه النوع
من السي سي لايسنس خلاص، يا اما تحطها اللوجو بتاعها، يا اما انت عندك ممكن تاخد الاتش تي ام ال كود، الاتش تي ام ال كود وتعمله لو انت بتعمل الويب سايت بتاعك تحطه، فبالتالي عشان يبان المنظر اللايسنس وتبقى فيزبل للناس اللي هيشوفوا الريسورس بتاعك. دي رابع خطوة. يبقى تاني بسرعة كده بمنتهى البساطة، بتخش الويب سايت بتاع الكرياتيف كومنز ده مكتوب فوق هنا choose a license، بتختار شكل اللايسنس بتاعتك او الكومباينيشن بتاع اللوجوز اللي موجودة دي، ومفروض تبقى فاهم او زي ما شرحناه احنا قبل كده لسه دلوقتي انواع اللوجوز. بعد كده هو بيطلع لك pop up window او شاشة كده صغيرة عشان تبدأ يشرح لك هذا الكلام. في الاخر بتطلع لك اللايسنس، انت حضرتك بتعمل لها كوبي وتحطها على الريسورس بتاعك، او تحطها على شكل على شكل اتش تي ام ال كود في الويب سايت بتاعك وات ايفر. خلاص بعد كده حضرتك المنظر اللي قدامك ده اوبشنال طبعا. خلاص ان زي ما قلنا انت بتعمل لها كوبي، فبالتالي بتاخد الاتش تي ام ال كود خلاص، وبالتالي انت ممكن تاخدها تعمل لها شيرنج للناس الاخرى، توضح بالمنظر اللي قدامك، تاخد كوبي للكلام بتاعها عشان تفسر، بدل ما تاخد الايمج بتاخد الكلام instead of the image. اوكي، ودي الخطوه الخامسه. يبقى اصبحت دي الخمس خطوات ازاي تعمل لايسنس. طيب، طب انا عملت الشغل بتاعي، انا لازم افهم هل فعلا ينفع اصلا اعمل لها سي سي لايسنس. ازاي احدد ان الشغل بتاعي ينفع يتعمل له سي سي لايسنس؟ مهم قوي، خمس نقط مهمين جدا. لازم عشان اقدر اخد اعمل سي سي لايسنس للشغل بتاعي، لازم يبقى شغل اوريجينال بتاعي، انا اللي عامله. مهم قوي ان الشغل ده يكون اتعمل من اوبن ريسورسز، يعني انا خدت الماتيريال اللي عملت بيها الشغل من اوريدي اوبن ريسورسز او اي ار. مهم قوي ان انا برضو اكون مستخدم منه من البابليك دومين، يعني ما اخد، يعني بمعنى اخر ما ينفعش اعمل شغل وانا واخد ماتيريال من حد هو كوبي رايت بروتكتد باي نوع من اللايسنس. خلاص، لازم يا اما اكون واخدها من اوبن ريسورس، يا اما واخدها من بابليك دومين. مهم قوي ان انا لو انا واخد من مواد بتكون كوبي رايتد، لازم اكون واخد البرميشن بتاعها. اوكي، يبقى لازم اكون واخد البرميشن من الشخص او من المنظمه اللي عامله هذا الريسورس. اي كومباينيشن ما بين الاربعه دول يمشي، يعني مش شرط ان انا لازم احقق الاربعه دول خلاص، بس في النهايه ان لازم يتحقق الشروط دي، او من النهايه ان الشغل بتاعي او الريسورس اللي انا بعمله cannot be deviated من الخمسه دول، ما يخرجوش عن الخمسه دول. اوكي، فبالتالي لو اتحققت الشروط ديت، يبقى انا اقدر اخش على الويب سايت واعمل له سي سي لايسنس. تعالوا نشوف بعض الاكزامبلز للموضوع ده. هنلاقي ادي ويب سايت هو حاطط تحت نوع اللايسنس بتاعته. خلاص، فبالتالي المفروض ابقى فاهم ان هذا الشغل ممكن استخدمه اعمل فيه اللي انا عايزه حسب الشكل اللي احنا لسه شارحينه، استخدمه اعمل اللي انا عايزه، بس لازم يكون نون كوميرشالي. هنلاقي نوع تاني، ودي صفحة من الويكيبيديا، هنلاقيها كاتبة اللايسنس هنا، يعني هي مش حاطة اللوجو زي ما اتفقنا، بعضهم بيحطوا كتابة زي في الاستيب رقم 5 اللي خدها كتابة بيحطها في، زي ما قلنا هنلاقيها في آخر الصفحة في الويكيبيديا، دايما في كل صفحة من صفحات الويكيبيديا. الاكزامبل التالت مهم قوي دوت، عشان ممكن بنقابله كتير احنا، دي بيبر منشوره في على صفحه جورنال معينه. يعني ملخص سريع البيبر دي، هم استخدموا نبات معين وقدروا باستخدام المستخلص بتاع النبات دوت ان هم يموتوا خلايا ان فيترو او في المعمل، خلايا لسرطان القولون والبريست كانسر والسيرفيكال اللي هو عنق الرحم. خلاص، فقدروا يموتوا الخلايا ديت. خلاص، وكمان لقوا ان هذا المستخلص بيموت بكتيريا برضو. هنلاحظ هنا ان على صفحه الجورنال محطوط هذه السي سي لايسنس، حاطط كوبي رايتد سي سي بي واي. خلاص، اوكي، ولو رجعنا وافتكرنا هذا المنظر اللي احنا لسه شارحينه سي سي بي واي، يبقى بالتالي البيبر اللي موجوده على هذه الجورنال، ودي حاجه مهمه لينا كلنا كاكاديميكس يعني وكريسيرشرز، البيبر دي انا اقدر اعمل فيها ايه؟ اقدر اخدها اعمل لها داونلود، اعمل لها ديستريبيوت، اعمل لها ريميكس، اعمل لها تويك، اغير فيها، اقدر ابني عليها شغل معين تاني. خلاص، ايفن كوميرشلي خلاص، بس لازم اعمل سايتيشن او لازم اعمل كريديت للاوثر.
خلاص citation للأوثر يعني معناها أول الشغل جاي منين. رأيي أنا إن هذا ليس النوع الملائم هذه ليست اللايسنس الملائمة لهذا النوع من الشغل. خلاص ليه بقى؟ هذا النوع من الشغل هو بيفترض إنه مستخلص معين خلاص بيفيد لعلاج حاجة معينة خلاص. فبالتالي انا عطيت الاذن ان الناس بمنتهى البساطه تجيب المستخلص دوت خلاص وتقدر تدخله وتعمل اتفاقيه مع بعد طبعا الموافقات اللازمه ان تعمل اتفاقيه وتصنع منه يعني كسبلمنت لان هو ما بقاش دواء خلاص كسبلمنت الناس تاخده وتستخدمه فبالتالي هو قدر يستخدمها كوميرشلي فبالتالي في استفاده لواحد آخر غير اللي عمل الفكرة نفسها أو ده رأيي الشخصي يعني خلاص anyway هي دي اللايسنس اللي حبت تستخدمها المجلة ديت خلاص في الأبحاث اللي منشورة عندها أوكي. فشوفنا ثلاثة إكزامبل زراف هنا بيوضح لنا حاجات إحنا كنا من باي باس عليها من غير ما نبقى فاهمين إيه هي أو إيه هي الـ CC وإيه هي الـ BY إيه هي الـ Dollar Signs المشطوبة وكل الكلام ده كله. طيب إيه هي الـ Take Home Message تحتي بعد الكلام ده كله؟ أول حاجة إن أي ماتيريال بتتعمل هي أوريدي عندها Copyrights إلا لو الأوثر حدد خلاف ذلك خلاص؟ أي ماتيريال موجودة على الإنترنت خلاص حتى لو مش محطوط عليها اللوجو سيمبل أو اللوجو بتاع السي سي ده مش معناها إن الورك ده معلهوش كوبي رايت. لازم تبقى فاهم إن الأوثر مش لازم يوري الكوبي رايت بس أنت لازم تتأكد إن هي هل هي بابليك دومين ولا أوبن سورس ولا لأ. لازم نبقى فاهمينها كويس أوي. تالي حاجة إن أي ماتيريال موجودة على الإنترنت خلاص لو الماتيريال موجودة على الإنترنت أوريدي مش حاطة علامة الكوبي رايت لوجو أنت ما تقدرش يعني ضمنيا تقول إن هذه ما لهاش كوبي رايت. زي ما اتفقنا لازم تتأكد هل هي يندرج عليها الشروط إن هي تبقى أوبن سورس ولا بابليك دومين عشان تقدر تعمل لها تاخد الحاجات دي وتقدر تعمل ريبروديوس للكونتنت بتاعتها. رابع حاجة مهمة قوي ان انت اليوزر او انت اللي هتستخدم ماتيريال ريسورس من على الانترنت لازم تحدد الكواليتي بتاعتها. لازم تتأكد من الكواليتي ممكن يبقى حاجة عليها كوبي رايت او حاجة معلهاش كوبي رايت او حاجة موجودة في البابليك دومين لكن الكواليتي بتاعها مش كويس خلاص قبل ما تباس او تريديستريبيوت على الستودنت او ايفن تو اذر كوليج. خامس حاجة إن مهم قوي الحاجة لو اتحطت عليها CC license خلاص دي non-revocable يعني ما بتتسحبش لوحدها. يعني أي CC license ما بتتسحبش لوحدها أول ما تحط عليها CC license بتفضل عليها CC license خلاص لغاية الفترة بتاعتها المدة اللي انت حاطت عليها اللايسنسي قد إيه لغاية ما يحصل لها expiry خلاص يبقى هي عمرها ما بتتسحب ما ينفعش حد يتسحب. طب ايه الحالات اللي ممكن اللايسنس يحصل لها فورفيتد او الكلام ده كله؟ ان انا جيت مثلا انا عملت شغل بتاعي وحطيته على الانترنت ورحت جاي رايح عامل له سي سي لايسنس وحطيته اللوجو عليه. يجي واحد شاف الشغل بتاعك ده ويكتشف ان حضرتك واخد ماتيريال حاططها في الماتيريال بتاعتك على الانترنت في الريسورس بتاعك دي والماتيريال دي كانت من مكان محتاج تاخد منه بيرميشن. فبالتالي لازم يحصل لها forfeited ولازم تتلغى هذه اللايسنس اوكي. خامس حاجه لو انت لايسنر يعني هتعمل الرايسن خلاص ممكن براحتك تعمل ستوب للديستريبيوشن لللايسنس ده في اي وقت خلاص. بس اي حد خد كوبي من الماتيريال بتاعتك دي يقدر يوزعها تاني بس لازم يكون مستخدم نفس اللايسنس ديت اوكي. فدول السته تيك هوم مسج المهمين جدا في العلاقة بتاعة السي سي لايسنس. قبل ما أخلص في حاجة مهمة قوي لازم أقولها ونشوف كده إيه هي الحاجة المهمة. كنت بدور على الإنترنت عايز أنهي المحاضرة برسمة ظريفة لكلمة thank you خلاص؟
لقيت رسمة ظريفة جدا هي كلمة ثانك يو، فخدتها وعملت لها كوبي وهنزلها في المحاضرة بتاعتي عشان تنزل. لكن فجأة اكتشفت ان انا كنت هعمل غلطة برضو معظمنا بيغلطها كتير جدا، لان احنا ما كناش نعرف. اكتشفت ان انا لازم اتأكد ان الصورة دي هل هي كوبي رايتد ولا لا، عشان اقدر استخدمها واعمل لها ريديستريبيوشن وكل الكلام ده كله واحطها في المحاضرة بتاعتي. خلاص، فهي دي النقطة اللي انا عايز اعمل لها هايلايت هنا، ايفن على صورة، ايفن على اي ماتيريال بتحطها في الريسورس بتاعك. خلاص، فانا كنت هغلط نفس الغلطه اللي عمال اقول يا جماعه خلي بالكم ما تاخدوش اي حاجه كوبي رايتد وكل الكلام ده كله وكل الكلام ده كله. فبالتالي رحت باصص للصوره ورجعت على الصوره تمام، دي الصوره اللي انا فضلت ان انا احطها. اكتشفت ان الصوره عليها اللوجو دوت. خلاص، ايه اللوجو ده؟ اللوجو ده معناه بمنتهى البساطه خلاص ان احنا نقدر اقدر استخدمها، but not for commercial use، not for commercial use، ما استفدتش منها ماديا، ولازم اعمل كريدت للاوثر. فبالتالي انا حطيت عملت كريدت للاوثر، وهم قايلين الطريقه اللي اتعمل بيها كريدت للاوثر. اوكي، وشكرا جزيلا، ويا رب تكونوا استفدتوا من المحاضره ديت، والسلام عليكم. دي الريفرنسز بتاعه المحاضره اللي انا استخدمتها.